السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جبت لكم الدجاج اللي غنشوي في الشوايه، كيجي مذاق رائع، انتم غتجربوه ان شاء الله وغتردوا عليا، راه كيجي خطير وعلى بركة الله. غادي نبداو في المقادير ديالو. واحد الدجاجه قطعتها وفلحتها كلشي، فلحتها بحال هذه الطريقه، كلشي قطعتها فلحتها بحال هكا. المهم هاد الدجاج غنديروه غنشويه شويه، يعني ما نقولش قطعته فلحته بحال هكا. الدجاجه على حسب عدد الاشخاص اللي عندكم. كما قلت لكم ها هي كلشي، داك اللحم كلشي شديته فلحته مزيان باش يدخل ليه الشرموله وطيب لينا مزيان، طيب لينا ها هو كلهم. المهم باش يكونوا ساهلين يطيبوا، المهم غندير معاهم العطريه. عندي هنايا العطريه ديالتي، الملح، سكنجبير، الخرقوم، الابزار، التحميره، راس معلقه ديال القرفه، القزبر الحبوب، والكامون غنديرهم هنا. غنزيد عليهم الثومه اللي عنده الثومه بودره يديرها، اللي ما عندوش يدير غير الثومه مفكوكه. غندير هنايا، غندير جوج معالق تاع لاصوص، صوص صويا. غندير الخل حتى هو، معالق صغار. جوج معالق ديال الخل. عندنا هنا جوج معالق تاع لاموطاط. كنخلطو كلشي هادشي مزيان، نخلطو مزيان باش نساجم فيه هاد العناصر، كل هاد العطريه هادي. وانا راه كنستعمل غير يدي، ما كندير لا ليكو لا والو، الا ما استعمليت يدي بحال ما درت والو. نخلطو مزيان فين باش يدخل لينا هاد الشرموله. المهم كنخليهم هكا، المهم انا درتهم في الليل وغادي نطيبهم ان شاء الله حتى الصباح باش تخليهم الشرموله مزيان ويتبنن ان شاء الله. حتى نبدا نغطيهم ونديرهم في الثلاجه حتى الصباح ان شاء الله، وانا معكم نكملوا باقي التحضيرات ان شاء الله باش نشوهم. راه نسيت ما درت الكامون، ها هو زدتو، دابا غادي نغطيوه ان شاء الله بالسلفه ونخليوه يديروا في الثلاجه حتى الصباح ان شاء الله ونكملوا معكم. الدجاج ديالنا من بعد ما بات ليا دابا ان شاء الله غنشويوه في الشوايه. دابا غنشدو اللحم ديالنا ندهنوه شويه بالزيت وغنديروه في الشوايه. اللي بغا يديرو فوق شويه ديال الفخر يديرو احسن، الا
دابا حنا الصاد ما بغيتش نشعل الفخر انايا اصلا الصاد حتى كيكون واحد كيكون عنده واحد اللون واعر. اللون ديالو كي كيجي كيجي واعر نديرو داكشي اللي بقى لينا نعاود نديرو نفس الطريقة كندهنو بالزيت حتى هاد العنيق نديرو هذا هو الشكل النهائي ديال اللحم ديالنا الدجاج ديالنا من بعد ما طاب ها هو الشكل ديالو تبارك الله ما شاء الله كيجي واعر لون واحد اللون كيكون فيه واعر ها هو وكيجي اللحم فتيها ها هو رافقته بهذه الشلاضه هذه وهي الخضره ولي بات الشلاضة ديال البصلة ومطيشة والخيار وهذا هو الغداء ديالنا ديال اليوم نتمنى ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله نتمنى نكون كنت خفيفة ظريفة عليكم ومتنساونيش البنات من الاشتراك في القناة اللي مازال مشتركش وتكتبوا لي شي تعليق زوين بحالكم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديوهات الجديدة ديالي وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله وفي وصفة جديدة. Thank you.